طيب شكرا لك. فريد، يمكن اعتذار هاندا ما يغير شيء من كرهك لإلي، بس اللي بدي اياه انه يبرد قلب عائشة على الاقل. لا عندي كره ولا شيء. الحقيقة انت عملت معي معروف وانقذتني من هاندا. لقيت عائشة بفضلكم. انا لازم اتشكرك كمان. بالمناسبة انك تخلي مرة مثل هاندا تعتذر، هي قمة الرجولة. بهنيك عليها. وشكرا على الاعتذار. شكرا لك اخي. شوف، شو ما تكون صلة الدم اللي بيناتنا، طول ما هاندا معك من المستحيل تكون اخي. مو شايف البنت ندمانة؟ شفت، وانت شفت كل شي عملته فينا. بقدر انسى كل اللي عملته، بنساه بس هي قتلت ابني، كيف بدي انسى هالشي؟ وانت رغم كل عمايلها جبت لنا اياها على بيتنا. برافو، لحسن الحظ عائشة ما عم تتذكر، وان شاء الله ما بتتذكر كل الشغلات السيئة. انت بدك تقلي حب وعشق ومدري شو، بفهم وبحترم هالشي، بس بتعرف شو الشي اللي ما عم بفهمه؟ هاندا وحدة حتى أمها غضت عليها وما عادت سألت فيها بنوب. المسكينة تركت كل شي وراحت بسببها. أنا مستغرب بحب مثل هاد، لا تواخذني. ما عرفت تشغل عقلك أبدا؟ يا بدك تقلي اترك المرة اللي حاملة ابني ببطنها؟ بدك يعني يتخلى عن ابني؟ شو أعمل فريد؟ لا مو هيك، ولا قصدي أقول هالشي، وأساسا كل عزة معلقة من كراوية. هاي حياتك وأنت بتقرر، أنا مالي علاقة. بس قصدي قلك لا تحاول تخليني اتقبل هاندا ابدا، فهمت؟ هي كل القصة. سكرنا على هالموضوع، بس فتح عيونك شوي، لا تكون اعمى لهالدرجة. شو قصدك؟ لا تهتم ولا شيء. بديت في قصة كملها، قلي شو اللي كنت بدك تقوله؟ شو اعمل؟ لو محلي تتخلى عن ابنك؟ يا ابني انا عم بقلك هيك شيء، ليش في انسان بيقدر يتخلى عن ابنه؟ بس لا عندكن ولد ولا شيء، فهمت؟ افتح عيونك شوي، فتحن. هاندا ما لها حامل. شو يعني مو حامل؟ امبارح صار معها حادث وراحت على المشفى واجهضت البيبي، وهلا عم بتخبي وما حدا بيعرف ليش. ما لها حامل. حاول تهدى شوي. ببطنك يا هاندا؟ شو هالسؤال هلا؟ شو صار لك حبيبي؟ سكرت من القهوة؟ انت حامل او لا؟ انا حامل. ارجع اسأل، انت حامل ولا لا؟ انا هيك بعرف. عجل ليك عم اسألك سؤال واضح وصريح، انت حامل ولا مو حامل؟ شو عم تعمل انت؟ شو عم تعمل هلا؟ شو عم تعمل بعيد الحب وقدام الناس؟ عطوكي تقرير من المستشفى انك اجهضتي الولد ولا تقرير انك حامل؟ تقرير انك حامل ولا اجهضتي الولد؟ انت عم تخرف هلا، مين عم يحط هالحكي براسك؟
ايمت كنتي بدك تقولي لي انك مو حامل؟ لايمت كنتي بدك تخبي؟ لايمت كنتي بدك تخبي؟ قلت لك انا حامل وانا ماني بحاجه اثبت اي شيء لحدا فيكم. بكفي بقى، لا تضغط على هاندا لهالدرجه، هالشي بخصها هي. تعي لهون، تعي تطلعي شوفي الانسانيه، هي الانسانيه. هالبنت لسه عم تدافع عني. اي نوع من البشر انتي؟ شو رح تعملي؟ كنتي رح تضلي تخدعيني بعد 7 شهور كمان؟ ولا رح تلاقي ابن حدا وتقولي لي هذا هو ابنك؟ قولي. شو انا مجرمه؟ معقول روح اخطف ولد من اهله مشان جيب لك اياه؟ شو هذا اللي عم تقوله؟ هدول غسلوا لك دماغك، انت مو ياماني اللي انا بعرفه. يا بنت الكذب والاحتيال عم بيشروا منك شر، لك شو طينتك انتي؟ بس كان لازم اتوقع هالشيء، اللي بتفرط بامها وابوها بتفرط فيني كمان، كان لازم اعرف قبل. بس انا حمار، حمار. منيح اللي نزل هالولد، منيح انه هالولد ما رح يجي، جد منيح انه ما رح يجي، لانه انتي من طبعي تستغني عن ابنك حتى. بكفي بقى، انا مو مضطرة اقدم اثباتات لاي حدا. اعملوا يلي بدكم اياه. هاندا تعي لهون، ما فيك تهربي مني، تعي لهون. تعي يمان، لا تضغط عليها هلا رجاء، بس لا تهدو بتعدو بتحكي. لا مستحيل، ما فيها تهرب هيك، بدها تحكي لي كل شيء، بدها تقول انا اجهضت الولد وتقول انا خدعتك وبدها تدفع ثمن هالشيء، فهمتي؟ يمان وقف، يمان لا تروح. بتول بعد ما رح بعد، ما حاتركك تروح. بتول انت ما بدك تعقلي، بترجاكي بعدي عني. ما كنتي تفهمي ليش عم تحاولي تحميني دائما؟ لا تحبيني حاجه بقى، تركيني روح شوف هالبلوه اللي الله ابتلاني فيها، تركيني بحالي. بتول كيف بدي اتركك؟ شوف الحاله اللي انت فيها، كيف بدك يعني اتركك؟ بتول شوفي، لا تحاولي تحميني رجاء، ليكي انا غلطت غلطه كبيره كثير ورح ادفع ثمنها. انا خلص خسرت الكل، انا خسرتك انت وخسرت اخواتي. ليكي انت رحتي مني قبل هالمره، لا عاد ترجعي، كل واحد منا يروح بطريقه. رجاء تركيني رجاء. يا ماما اللي عملته غالية يا مان، خليك تدفع الثمن غالي. لا تنسى هاليوم، إذا ما بخليك تجي لعندي وتطلب مني السماح وتركع ذليل قدامي، وإذا ما بحرق لك قلبك وروحك ما بيكون اسمي هاندا. لسه بنتواجه، ليش عم تطلع فيني ولك غبي؟ أبي ما بيعمل هيك شيء، أبي مو ممكن يبعت حدا يقتلك، مستحيل. ليه عم تطلعي؟ قولي كل اللي جواتك. أساساً إهاناتك إلي ما بتخلص، ما بتخلص. تعرفي أنتي شو؟ أنتي وحدة حية أزادها، أنتي خليتي حتى حياة أولادك اللي حاططيهم تحت جناحك تتحول لسجن كبير وبشع، وعطول عم تحاولي تديري حياة الكل مثل ما بدك بالسر. وهيك عملتي فيني من وقت كنت صغيرة، أنا كل عمري كنت أكرهك، بكره هذا القصر وبكره كل اللي عايشين بهذا القصر، بكرهكم كلكم، بكرهك وبكره كل شي خليتيني أحس فيه. شوفي هاندا، ليه عم تصرخي؟ شو دخلك؟ مين أنتي؟ ليش عم تسأليني؟ أنتي ليش إجيتي لهون؟ حطيتي بنتك تحت باطك وجيتي على القصر، اجيتي تعلمي ابنك عن النفاق، اجيتي تخربي حياتنا. شو بدك انتي؟
مصاري؟ إذا بدك مصاري بيعطيك يا مان، بس انقلعي من هالقصر، المهم تروحوا. أوه إيه؟ أنت مين عم تقلعي ومن بيت مين؟ جاوبيني، مين عم تقلعي ومن بيت مين؟ تعتذري من أمي فورا. تركني. بدك تعتذري من أمي فورا. أنا ما بعتذر من حدا أبدا. تعي لهون، تعي. اتركني يا بنت. من شو معجونة انت؟ ولك فوق كل كذبك وعم تقللي ادب مع امي تحت بدون ما تستحي. شو عم تقول كذب؟ شو بكفي حاجة كذبي علي؟ بلا كذب حاجة كذبي بقى. ولد راح مو هيك؟ ولد راح جاي تكذبي وتلعبي فيني باصبعتك. عم تلعبي فينا كلنا باصبعتك. حاجة كذبي بقى. ايه نزل، ايه راح الولد، راح. اساسا هذا الولد كان ابني انا، ما كان لك ليش انت انت اجيتك دمت فيه. مشي مرة واحدة اجيت لمست بطني، الولد راح مني انا وتركني الي. راح ليكي هاندا، شوفي لا تطلعيني عن انسانيتي يا هاندا، فهمتي؟ لا تخليني ارتكب جريمة. انتي ما عملتيني بصدق ولا مرة، انتي ولا مرة عملتيني بصدق يا بنت. انا عم استنى لصير اب وانتي بتنسي الولد وما بتشي بتقليلي. تعرفي انه امك كان معها حق يا هاندا؟ انتي كان لازم تضلي بمستشفى المجانين، امك كان معها حق. عن جد؟ انا المجنونة؟ وكل يلي بهذا القصر طبيعيين، وامك كمان طبيعية، واختك يلي بتحاول تستفيد من الكل ولو شي تافه طبيعية، وانا المجنونة مو هيك؟ ليش تجوزتني لكان؟ ليش حبيتني؟ لك الله يلعن الساعة اللي شفتك فيها واليوم اللي حبيتك فيه، الله يلعنه. نلعي من هون، نلعي. ما بروح، مو كل شي بهالسهولة. ما فيك تصرخ علي هيك وتيني انت ما بدك عم تفهم. وبدي انتقم من فريد اللي حكى له ومن كل يلي بهالقصر، ولسه بدي انتقم منك كمان، لسه بدي خليكم تاكلوا اصابعكم الندامه. بدك تخلينا ننتقم؟ طيب ماشي، خلينا. ايوه يا مان. الو حسين بيه، تعال عنا على القصر هلا، خذ بنتك من خلتي والا والله برتكب جريمه هلا. اوف اوف، شو صاير؟ اذا كانت بنتي فهي مرتك. لا هي ما انا مرتي ولا رح تكون مرتي، انا رح طلقها. عم تفهم؟ انا ما عاد عندي صبر ابدا. معناتها عرفتها بنتي معها ابني. ما فيك تنهي القصه بهالطريقه، الزواج مو هيك. بنتي عم تمر باوقات صعبه، بكره بتحكوا بتطلعوا وبتمرق القصه. شوف عم اقول لك ما في شيء رح يمرق، عم تفهم علي؟ انا رح طلقها وخلصنا. يا مان الطلاق مو بهاي السهوله، ثمن هالشيء رح يكون غالي. بنصحك ترجع تفكر. والله انت احقر من بنتك. تعي لهون. لا تتركني. تعي لي. ايه تتركني. امشي. تتركني. الي. يلا. تفكر على كيفك بتتخلى عني بهالسهولة؟ ما فيك تقلعني من هون. قلت لك اتركني. يا مان. تعي لهون. عم توجع لي ايدي. تعي احكي هلا، خلي الكل يسمع. يلا تعي. يا مان. تعي لهون. شو عم تعمل يا ابني؟ ارجع لعقلك. ما عم اعمل شيء. ما عم اعمل شيء، هي اللي عملت. هي المرة عم تكذب علي بانها حامل، ويمكن هي ما حملت ابدا، هي المرة وحدة كذابة. احكي ابني. شوف شو ما يكون السبب، ما بصير توجع مرتك هيك. عم تسمعني؟ هذا واحد معته معه انفصام شخصية. شو يعني يمكن ما حملت ابدا؟ ابنك هذا مجنون، مجنون اكثر مني. انتو لازم تحطوه بمستشفى المجانين. وانت اسكتي يا هاندا، بصير هيك شغلات ينحكى فيها قدام كل الناس يا اولاد؟ خلص اقعدوا شوي بقى. يا مان يلا خذ مرتك، اطلعوا شموا هوا نظيف ورجعوا لعقلكم. انا ما عاد اخطي خطوه وحده مع هالمره، شوفي خلص كل شيء بيناتنا انتهى، ما عاد بدي شوفك. روحي انقلعي من هون. هاندا بحبها كثير. بترجاكي كوني، خلينا ندي هاندا. انا رضيان بكل شيء، ما بقدر اعيش بدونك. انت حتكوني بقلبي وعيوني طول العمر يا هاندا. انا يلي قلت لك هالحكي، انا عم اكذب هلا شيء؟ انت الكذاب. يا مان تعال ابني، ما بصير تطالع مرتك من البيت بهالوقت. ما فيك تكون بلا ضمير. ليك إذا كنت مصر على الطلاق لهالدرجة نحل الموضوع. بس شوف طلعتني هلأ، روّق حالك وهدي أعصابك.
بترجاك مشان خاطر. يلا يا مان يلا. طيب انا رايح، طلعي فيني، انا رح روح من هون هلا، اول ما يطلع الصبح بتطبي اغراضك وبتروحي تنقلعي من هالقصر. هذا اللي لازم يصير. شمعة الكذاب آخرتها تنطفي معروفة، وشمعتك طولت. اسمعوني كلكم، هاندا شفت هاندا وهي طالعة من غرفتك، خايفة تكون أخذت شي. لشو بدها تاخذ؟ ما بعرف ما شفت، بس حالتها ما كانت منيح. دخيلك كأنه رح ينزل مطر، بلكي مبلينا. إذا مبلينا نمبل. أنت بتحب الرقص تحت المطر؟ رقص شو؟ الجو بارد مثل الثلج. نحكي يلي بدنا نحكيه. الحقيقة هو انه انت بتعرفي كل الحكي اللي بدي اقوله كتير منيح، بس انت ما عم تتذكري. شو قلت لك؟ اسمعي لقلبك، اتفقنا؟
بلشت أتذكر. شو؟ تذكرت أنت ونحن. شكرا. تذكرت قديش حبيتك. قديش حبيتك؟ كتير حبيتك كتير. حبك كتير. حلو يعني هلا تذكرت كل شيء صار. الحمد لله. بس ان شاء الله ما تتذكري الشغلات اللي مو منيحه. حتى لو تذكرتيها ما عاد يصير شيء منيح بحياتنا بعد هلا بوعدك. يا مان ابني. ايه امي. هاندا أخذت سلاح أزادة وطلعت من البيت. شو؟ لو تشوفها كيف كانت حالتها مثل المجانين. خايفة تكون بدها تأذي كتير بهلأ. طيب أمي ماشي لا تخافي مشكلتها مو معي. سكري لازم أتصل بفريق. سكري أمي. نظرتك حزينة. برأيي الحزن بيختارنا ما منختاره. ايه بس التعاسة اختيار. نحن منتخلص من الشغلات اللي مسودة عشتنا. والعشب اختيار برأيك. كل قصة وإلى نهاية يا بدون. العشق اللي بتنتهي قصته بيصير أثر. أنا حسيت بكل نظراتك ليمان. هذا عشق بس انتهت قصته. يا ريت قدرت اختار. لو فيكي شو بتعملي؟ لمكان بعيد مع الشاب اللي بختاره. ايه تعي نجرب. كيف؟ نجرب نختار ونحاول ننبسط. منروح لمكان بعيد انت وانا. عم تتمسخر علي؟ عم بحكي عن جد. بدي ضيع بنظرات عيونك وأعرف أنت يا بدون. حدا مستنيكي؟ Thank you.
موبايلك عم بيرن. يرن قد ما بده، مو وقت تتركيه. بردت كتير. طيب عانقيني أكتر، عانقيني. يلا انت عم تدفيني منيح. يلا إذا بردتي خلينا نروح على السيارة. يلا أمشي فريد. خير يا هاندا؟ شو عم تعملي؟ شو صار لك؟ نزلي هالسلاح. اوعك هاندا، لا تعملي هيك، لا تعملي شيء وجع قلبنا اكثر. انتي رح تسكتي. رح تتفرجي. لا تقرب فريد. مشان يروح كل شي مني وما يبقى لي شي. أخذت من إيدي كل شي كان. رحت قلت ليامان اني نزلت بولا. يامان تركني بسببك انت. مصفر. انا اللي رح دمك هلا. رح خلص عليك. خلينا نقعد ونحكي بهدوء. بترجعكي عايشة؟ خرافي خرافي عايشة. هاندا اسمعي، بفهم انك منهارة وعم تحترقي من جواتك وقلبك عم يحترق. فقدان الولد مو شي سهل ابدا، بعرف. اللي قلتي ما رح يأثر فيني نهائي. سدي حلقك بقى، سدي حلقك لاني ما رح سدي. وانا كمان خسرت ابني وتوجعت كتير. صدقيني بفهمك، بس رجاءً اهدي ماشي. لا تعملي شغلات تندمي عليها بعدين. هاندا نزلي. عايشة خليكي بعيدة. هاندا رجاءً نزلي هالسلاح من ايدي. عايشة بدي اقتلك. انت دمرت لي حياتي. هاندا بدي اقتلك. يمان رح اجيب عدة الاسعاف من السيارة. اركدي اركدي. رح اموت. لا اخي شو هي رح تموت؟ اسمع طلع فيني اخي، انا هون جنبك، ما رح اتركك، ما رح تروح. يمان قوم يمان قوم يمان. انا ما كنت بدي اوقف عليك. يمان قوم يمان. يلا يمان قوم 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 يمان. يمان لا تخاف أخي، رح تكون بخير. فريد هاتي. اسمعني، عملتها معك ومع أهلك.
دقيتي للإسعاف؟ قليلي دقيتي له؟ رح دق فورا. بسرعة بدنا سيارة إسعاف بسرعة لحي وارلان. بسرعة دخيلة. أنا هون يا أخي. ليكني جنبك جنبك مثل أيام زمان. رح تصير لا تعب حالك حبيب الروح. أنا أخي أنا عمت. لا ما تحكي هيك يا مان. لا 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 أخي. يا مان يا مان يا مانو يا مان يا مانو بترسى سان الله. يا مان يا مان فريد أنت أخي أخي فريد. يا رب سألنا دخيلك. أنا عمت. لا يا ابني موت. شو روح؟ ما صدقت أنت رجعنا اجتمعنا. معقولة تروح يا مان؟ فريد تعا اخي تعا سينام تعا اخونا عم بيموت. شو عملتي؟ شو عملتي انت؟ يمان يمان ابني اهدى. ما حيصير لك شيء يمان. ما حيصير لك شيء. السيارة يلا فريد على السيارة. يلا 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 بسرعة. الو هندا هندا انتو بالقصر يا بنتي اكلتوا شي؟ انا قوزت علي يا مان. شو؟ شو عملتي؟ بابا حروح لهندو هلا. هندا وقعك جن وتعمل شي. اسمعيني هندا هندا اسرع بترجاك الله يخليك. استعجل تعاس منيح. يلا تعاس مشان الله. شغل الاربع اضوية وماشي بأقصى سرعة. شو عمل اكثر من هيك؟ ايه تعاس كمان اخي. شوف اخي انا هون. لا تخاف نحن معك يا ابني. سمعت؟ خلص رح نلحق نروح على المستشفى. بنلحقك ان شاء الله. لا تخاف. انتبه اخي سنان. يمان ابني شوف يمان شوف اخوك سنان جنبك. شوف اخواتك جنبك. نحن اخواتك. معقول تتركنا هيك وتروح يمان؟ ما حتموت يا ابني. سمعت حنوصل على المشفى. ايه اسمع انت قوي ورح تكون بخير. لا تخاف اخي. خسر دم كتير رح يصفى دمه. شو شو صار؟ قلي شو صار؟ قلي. ما فيني اتنفس. ما عم يقدر يتنفس. شو بدنا نعمل؟ كيف يعني ما عم يقدر يتنفس؟ ما عم يقدر. قال مو قدران يتنفس. شو نعمل؟ افتحي الشبابيك افتحي كل شيء. يلا شو بدنا نعمل اخي؟ خلص خلص اخي. ما عم يقدر يتنفس. ما عم يقدر اخي. شو بدنا نعمل؟ شو نعمل؟ وقفوا لنعمل له مساج للقلب. والمستشفى؟ مستشفى شو اخي الزلمه عم يموت. طيب خلص وقف على جنب. وقف وقف. ساعدنا يا رب تخيلك. يا رب انت ساعد يا ما بترشم. اختبر الاسعاف على مكان. هاندا كمي كمي بسرعة.
اللي صار؟ شو عملتي؟ ما قدرت أوس على حالي، والله ما كنت بدي أوس على يمان، كنت بدي أقتل هذاك الحقير فريد وأخلص منه هو ومرته الكلبة. هو لازم يجعل مفلوسي. اهدي شوي يا بنتي، اهدي شوي بقى، إن شاء الله ما يموت هالزلمة. ما حيموت، لا تقول هيك، ما في حدا حيموت. لا تقول يا بابا، قلت ليمان ألف مرة ما فهم، قلت له هدول محاسبينك أخوهم، ليش لحتى تدافع عنه وتبدي بحالك؟ الله يلعني. دوريات الشرطة معبية المنطقة، لازم نمشي. يمان، يمان خلص، يلا اهدى قوي حالك، اصبر شوي، جاي الاسعاف. رح نوصل على المستشفى، لا تقلق اخي، سيارة الاسعاف على الطريق. يلا فريد، يلا اخي، فتح عيونك اطلع علينا، نحن هون جنبك. شوف، شوف انا هون كمان. يمان قوم اخي. فريد امي. مزبوط امك، انت اجتمعت بامك من جديد يا ابني، لسه رح تقضي ايام حلوه كتير مع امك ان شاء الله بعد ما تطيب. انت عشت عمرك ما تحسر على امك لانه ما عندك عيله، وهلا صار عندك. امي بامانتك. شو بك، شو عم بتقول يا ابني؟ شو يعني امك بامانتي؟ انت رح تقوم وتتعافى ورح ترجع تهتم بامك وتدير بالك اخي، رح تقضوا ايام حلوه وتعيشوا الايام اللي ما قدرتوا تعيشوها مع بعض، ونحن رح نكون معك. لا تقول هيك اخي، خلاص خلاص، اصبر شوي يا اخي، لا تتعب حالك يا مان. ذنوبي كانت كبيره كثير، غلطت كثير. صح انت غلطت ابني، بس عادي، بالنهايه تراجعت عن غلطك قدامنا كلنا، مو هيك؟ ليك نحن جنبك، رح توصل الاسعاف، تحمل شوي. يلا يا مان تحمل شوي، تحمل. بردت كثير اخي. لا تبرد، لا تبرد، لا تبرد، سكر جاكيتك. يا مان، يا مان ابني، نحن جنبك، نحن رح ندفيك. شو يا مان؟ لا تخاف يا مان، خلص يا مان. غلطت كثير بحقكم. الواحد لما يكون عنده اخ بيحب انه يتدلل عليه. نحن مسامحينك، مسامحينك فريد، ما سامحنا أخي. سامحناك يا أخي، خلاص نحن نسينا كل شيء، أنت أخونا، لا تفكر بشي هلأ ولا يهمك شيء. انسى اللي راح، نحن نسينا، نسينا اللي راح، وبدنا نطلع لقدام، رح نكون مع بعض مثل أيام زمان وأقوى من أول، حنسند بعض أخي، رح نعيش سوا أخي ونكمل حياتنا وننسى هالقصص، خلاص لا تفكر بهالشي، لا تعب حالك أخي، ريح حالك وانسى اللي راح. يا ما نتحمل يا أخي، تحمل شوي، هلأ بيوصل. وين سيارة الإسعاف لهلا؟ اسمعوا، اسمعوا أخواتي، لا تنسوني، أحبكم، سامحوا. يا أخي.
يما.